مشاهدينا السلام عليكم، اهلا بكم الى اخبار الخامسه من مركز الاخبار بتلفزيون سلطنه عمان. ومن ابرز العناوين: اكثر من نصف مليون طالب وطالبه ينتظمون على مقاعد الدراسه مع بدايه العام الدراسي الجديد. تسويق مقومات الاستثمار في السلطنه ابرز اهداف منتدى استثمر في عمان في نسخته الثالثه. أكثر من 10% نسبة الارتفاع في عدد نزلاء فنادق السلطنة بنهاية يونيو من العام الجاري. مقتل وإصابة العشرات في ضربات جوية تركية بشمال سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بدأ صباح اليوم الأحد عامهم الدراسي الجديد 2016-2017 متوجهين إلى مقاعدهم الدراسية في 1103 مدارس. كاميرا الأخبار زارت عددا من مدارس محافظة مسقط لترصد أحداث واستعدادات الهيئة التدريسية لأول يوم دراسي من هذا العام. قرع الجرس معلنا بدء أول أيام العام الدراسي 2016-2017 لطلبة المدارس في مختلف محافظات وولايات السلطنة، حيث انتظم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 1103 مدارس. أحب المدرسة كثيرا لأني أجد فيها المتعة وأجد فيها أصدقائي وأجد فيها أهلي وهي بيتي الثاني. شعوري جميل جدا أنني أول مرة دخلت في هذه المدرسة وعجبتني كثيرا لأنها كانت واسعة وكبيرة جدا. أنا فرحانة أنني عدت من المدرسة وأيضا استمتعت في الإجازة الصيفية كثيرا، لكن عندما دخلت المدرسة أحسست بإحساسي جميل. المدارس جميعها كانت على أهبة الاستعدادات الإدارية والفنية والتعليمية لاستقبال الطلبة وتهيئة المناخ الدراسي الملائم لهم، فقد بلغ عدد طلبة المدارس الحكومية في هذا العام 572,990 طالبا وطالبة، بزيادة قدرها 32,922 طالبا وطالبة عن العام الدراسي الماضي. اليوم استقبلنا طلابنا وأولياء أمورهم، بين الطلعة أولياء الأمور على قوائم الصفوف وإدخال أبنائهم إلى صفوفهم. كل مدرسة تفردت بطريقتها الخاصة في استقبال طلبتها الجدد الملتحقين إلى الصف الأول الأساسي البالغ عددهم 54,608 لتحفيزهم ببدء العام الدراسي الجديد. اليوم استقبلناهم طبعا قعادتنا بإشراقة وابتسامة لهذا لأبنائنا الطلبة بإعداد طبعا بطاقات تعريفية لهم بأسمائهم باسم الصف الذي ينتمون إليه. ونظرا لتزايد أعداد الطلاب الملتحقين في المدارس الحكومية هذا العام، قامت وزارة التربية والتعليم بتوظيف أكثر من 1700 معلم ومعلمة، وذلك لإكمال الطاقم التدريسي والفني والإداري. إن تنشئة أجيال هذا الوطن وتعليمهم مسؤولية علينا جميعا وواجب وطني ينبغي علينا تأديته على النحو الذي يحقق للوطن غاياته ومتطلباته. يوسف بن سعيد الرواحي من أحد صروح العلم بمحافظة مسقط. تسويق مقومات الاستثمار بالسلطنة لمجتمع القطاع الخاص العربي تصدر أهداف منتدى استثمر في عمان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في 27 و28 من سبتمبر المقبل. ويطرح المؤتمر الذي أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي محاور عدة تتناول مناخ الاستثمار بالسلطنة وفرص ومجالات الاستثمار الواعدة. ويشتمل برنامج المنتدى في اليوم الأول على جلستي حوار تحمل إحداهما عنوان الرؤية الاقتصادية والبنية الاستثمارية، والثانية بعنوان المناطق الاقتصادية الحرة والفرص المتاحة للاستثمار، فيما يشتمل اليوم الثاني على ثلاث جلسات حوارية تستعرض فرص الاستثمار في مجالات متعددة تتمثل في الأمن الغذائي والقطاعات الخدمية والصناعة والتعدين.
سجلت أحدث الأرقام والإحصاءات ارتفاعاً بنسبة 10.6% في عدد نزلاء الفنادق ذات تصنيف الثلاث والأربع والخمس نجوم في السلطنة حتى نهاية يونيو 2016 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. إقبال ملحوظ ترجمته الأرقام تشهده فنادق السلطنة ذات تصنيف الثلاث والأربع والخمس نجوم. فبنهاية يونيو 2016 ارتفع إجمالي نزلاء هذه الفنادق بنسبة 10.6% ليتجاوز عددهم 650 ألف نزيل مقارنة ب 590 ألف نزيل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أوضحت أن عدد النزلاء العمانيين بنهاية يونيو الماضي فاق 200 ألف نزيل مقارنة مع 188 ألف نزيل خلال نفس الفترة من العام الماضي محققين نسبة ارتفاع بلغت 13%. ولئن السلطنة مقصداً للكثير من السياح الخليجيين فقد سجلت أحدث الإحصاءات ارتفاعاً في عدد النزلاء الخليجيين بنسبة تجاوزت 6% مسجلين قرابة 59 ألف نزيل بنهاية يونيو من العام الحالي. الأجواء المعتدلة التي تتميز بها السلطنة كانت سبباً في استقطاب أكثر من 132 ألف نزيل من السياح الأوروبيين حتى يونيو توزعوا على مختلف الفنادق ذات تصنيف الثلاث والأربع والخمس نجوم محققين نسبة ارتفاع بلغت 16% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. الأجواء المعتدلة التي حب الله بها عمان والمقومات الطبيعية عوامل جذب للسياح من مختلف دول العالم، والاستثمار في قطاع السياحة من شأنه تعزيز مدخلات هذا القطاع ليسهم إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي. انتصار بنت حبيب الشبلية، مسقط. وصلت بعثة الحج العمانية إلى جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم برئاسة الشيخ ناصر بن يوسف العزري في طريقها إلى مكة المكرمة لتقديم خدماتها للحجاج العمانيين. وتضم البعثة عددا من الوفود، منها وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الطبي ووفد الإشراف على الحملات والوفد الإداري والمالي والوفد الإعلامي ووفد الشرطة ووفد الكشافة. وأشارت بعثة الحج في بيان صحفي لأن آخر يوم لدخول حجاج البر هو آخر يوم من شهر ذي القعدة بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما حدد الرابع من ذي الحجة آخر يوم لدخول حجاج الجو. تجدر الإشارة إلى أن عدد حجاج السلطنة هذا العام بلغ 11,200 حاج، بينهم 537 حاجا من المقيمين، فيما بلغ عدد الحملات المرخصة 231 حملة. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد قليل. لوحة لقبعة مكسيكية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة فسيفساء في العالم. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال لا تنتهي. مهرجان صلالة السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام. مناقشة التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والعلاقات العمانية الأمريكية وتأثيرها في هذه التطورات كانت محور لقاء معالي عبد العزيز بن محمد الرواس
مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبه اليوم مع وفد المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية بواشنطن برئاسة الدكتور جون ديوك أنتوني، والذي يزور السلطنة حاليا مع مجموعة من الأكاديميين والطلبة من مختلف الجامعات الأمريكية المهتمين بمنطقة الشرق الأوسط. لإجراء تسهيلات تجارية في المعاملات للمستثمرين، بدأت وزارة التجارة تطبيق خدمة إلكترونية مخصصة لاسترجاع المبالغ، ويعمل التطبيق على التحقق والتأكد من الطلب ومن ثم إرجاع المبالغ المسحوبة إلى صاحب العلاقة. وتأتي هذه الخدمة كجزء من الحزمة الأخيرة للخدمات الإلكترونية في مشروع التطوير الشامل لخدمات بوابة المحطة الواحدة، والتي وصل عدد خدماتها الإلكترونية إلى 76 خدمة ذاتية صممت لتمكن المستثمر من إنهاء معاملاته التجارية دون الحاجة للرجوع لموظفي الوزارة. قتل نحو 30 شخصا بينهم مدنيون وأصيب العشرات بجروح جراء قصف مدفعي وجوي تركي على قريتين في شمال سوريا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن طائرات حربية تركية قصفت مناطق شمالي مدينة منبج الواقعة جنوبي جرابلس التي تسيطر عليها ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا وقوع خسائر بشرية في صفوف المقاتلين في المنطقة. وتعد حصيلة القتلى الأعلى منذ بدء أنقرة هجوما بريا في المنطقة في إطار عملية درع الفرات التي تسعى من خلالها إلى التصدي للمسلحين ومنع المقاتلين الأكراد من السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع تركيا. استعانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية عددا من المواقع بمديرية نهم من الحوثيين الموالين لهم. وقالت مصادر إعلامية إن القوات اليمنية حررت جبل السوداء المطل على الجهة الشرقية للمديرية، إلى جانب سيطرة قوات المقاومة الشعبية على منطقة تبة الكحلة، في حين لا تزال المعارك متواصلة بين الطرفين باتجاه منطقة نقيل ابن غيلان الاستراتيجية. من جهته شن طيران التحالف العربي غارات على مواقع الحوثيين في محافظة تعز أسفرت عن مقتل 9 منهم بحسب مصادر عسكرية ويمنية. واستهدفت الغارات 3 عربات عسكرية لهم عند مفترق شرعب شمال غرب مدينة تعز. قتل نحو 20 من عناصر قوات الحكومية أو قوات حكومة الوفاق الوطنية الليبية، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في معارك مع تنظيم داعش في سرت. واندلعت الاشتباكات بعد توغل القوات الحكومية في المعقلين الأخيرين لمسلحي التنظيم في المدينة الساحلية بحسب مصادر أمنية. من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية في مدينة مصراتة أن 16 جريحا من قوات حكومة الوفاق أصيبوا في معارك أخرى مع التنظيم. ودخلت قوات حكومة الوفاق الوطني المعقلين الأخيرين للتنظيم في سرت مع انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية استعادة المدينة من المسلحين، والتي سبقتها تعزيزات عسكرية عند مداخل المعقلين. يتميز الشعب المكسيكي عن باقي شعوب العالم بارتدائه قبعة السومبريرو، والتي تعد إرثا تاريخيا وثقافيا منذ أقدم العصور في البلد الواقع بقارة أمريكا الشمالية. وفي هذا الجانب، كشف النقاب عن لوحة فسيفساء مصنوعة من أكبر عدد من قطع قبعة السومبريرو. أكبر لوحة فسيفساء لقبعة السومبريرو المكسيكية التقليدية في العالم، هذا ما أعلنه المسؤولون بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد أن سجلت اللوحة رقما قياسيا جديدا في عدد القطع المستخدمة في صناعتها. ووفقا لمسؤولي الموسوعة، فقد استخدم 2684 من قطع التزيين في صناعة هذه القبعة العملاقة، لتتفوق وبفارق كبير على الرقم العالمي السابق والمسجل باسم كندا، وهو 2030 قطعة. وكشف النقاب عن هذا الرقم القياسي الجديد خلال الاحتفال الأسبوع الجاري بانطلاق القمة الدولية للموسيقى المارياتشي بمدينة وادي الحجارة المكسيكية،
وتجمع هذه القمة أعظم عازفي موسيقى المارياتشي الشهيرة من جميع أنحاء المكسيك ودول أخرى حول العالم. وقال كارلوس تابيا ممثل موسوعة جينيس في المكسيك إن الرقم القياسي الجديد سيكون معترفا به في جميع أنحاء العالم، وسيثبت أن المكسيكيين قادرون على تحقيق أفضل الأرقام في هذا المجال. وستعرض لوحة قبعة السومبريرو الضخمة طوال مدة انعقاد قمة موسيقى المارياتشي، والتي تختتم أعمالها في 4 سبتمبر المقبل، ثم سيتم عرضها في جميع أنحاء العالم كي تكتسب اعترافا عالميا. يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أضافت موسيقى المارياتشي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في عام 2011. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعالم. أكثر من 500,000 طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد. تسويق مقومات الاستثمار في السلطنة أبرز أهداف منتدى استثمر في عمان في نسخته الثالثة. أكثر من 10% نسبة الارتفاع في عدد نزلاء فنادق السلطنة بنهاية يونيو من العام الجاري. مقتل وإصابة العشرات في ضربات جوية تركية بشمال سوريا. وفي ختام نشرتنا نشكركم على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة ومشاهدين الكرام. أجواء مستقرة خالية من السحب بوجه عام في معظم أرجاء السلطنة حاليا، هذا ما توضح لنا آخر صور الجوية. نلاحظ أيضا تكاثف بعض السحب على غرب وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، على هناك المناطق الجبلية، سلسلة جبال الحجاز والمرتفعات اليمنية، وكذلك بعض السحب المنتشرة هنا على الساحل الغربي لشبه القارة الهندية، وأيضا هنا على سواحل باكستان. مباشرة إلى تفاصيل الأجواء لقادم ساعات من هذه الليلة في مسقط، الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة الصغرى عند أواخر العشرينات، كذلك والحال بالنسبة لأجواء محافظة جنوب الباطنة وبعض السحب المتفرقة أحيانا على سواحل شمال الباطنة مع درجة حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية عند أواخر العشرينات إلى مطلع الثلاثينات في أرجاء محافظة مسندم خلال ساعات هذه الليلة، و29 في أجواء محافظة البريمي، بين 26 إلى 28 في أرجاء محافظة ظهرة مع بعض السحب المتفرقة لربما تكون حاضرة على المناطق الجبلية أحيانا. كذلك هو الحال بالنسبة للمناطق الجبلية في محافظة الداخلية، ودرجة الحرارة في قمم الجبال تصل إلى 15 درجة وحول منتصف العشرينات على الولايات المجاورة لجبال الحجر. كذلك في أرجاء محافظة شمال الشرقية درجات الحرارة الصغرى حول منتصف العشرينات مع أجواء خالية من السحب بوجه عام، وتتواجد بعض السحب المتفرقة أحيانا على سواحل الجنوب الشرقي المطلة على بحر العرب مع درجة حرارة تصل عند مطلع العشرينات وعند أواخر العشرينات على السواحل المطلة على بحر عمان. تواجد السحب أيضا محتمل على سواحل محافظة وسطى بشكل متفرق ودرجات الحرارة عموما عند مطلع العشرينات. فرصة لتساقط بعض الرذاذ المتقطع أحيانا خلال ساعات الليل على بعض المناطق الساحلية والجبلية في محافظة ظفار مع تواجد السحب المتفرقة هناك ودرجة الحرارة 21 درجة وعند منتصف العشرينات في شمال المحافظة، مع فرصة أيضا لتواجد بعض السحب المتفرقة أحيانا. يبقى البحر هائج الموج على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، يصل أقصى ارتفاع الموج 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية نشطت السرعة تصل سرعتها إلى 20 عقدة، وهذه الموج على سواحل محافظة مسندم مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا، وكذلك والحال بالنسبة لسواحل بحر عمان، البحر يكون هذه الموج عند 1.25 متر، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، نلتقيكم مجددا في 10 مساء، شكرا لكم وإلى اللقاء.